شاك كنا في الصف الثاني نعيد بسرعة عشان الناس اللي ايه مستخدموش معانا كده المطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت اقول لك الصوت مش مسموع؟ لا خالص بقوله للناس. الصوت هنا يقول لك الصوت مش مسموع. يستعملها العلماء في هذا العلم. أما حقيقة علم الكلام يعني بيتكلم هنا عن إيه؟ عن المبادئ العشرة لكل فن مبادئ إيه؟ عشرة. الحد والموضوع ثم الثمر قبله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. فبيتكلم في شيء من ايه من هذه المقدمات في درس ايه. المقدمة الاولى في حد علم الكلام وبيان موضوعه في تفسير الفاظه تستعملها العلماء في هذا العلم. يعني هناك مصطلحات خاصة لعلم الكلام فلا بد من معرفة هذه المصطلحات لنفهم مدلولاتها حتى إيه نستطيع دراسة هذا العلم والوقوف على مسائله. أما حقيقة علم الكلام فهو العلم بأحكام الألوهية وإرسال الرسل وصدقها. يعني والعلم بأحكام إرسال الرسل أو ما يتعلق ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وصدقهم في أخبارهم وصدقها في كل أخبارها وما يتوقف شيء من ذلك عليه خاصا به. قلت لكم انه ينبغي على الدارس لهذا العلم او على من يريد الشروع فيه ان يدرس او يعلم مبادئه العشرة اللي احنا قلنا عليهم الاسم والحد والموضوع والواضع والاستمداد والمسائل والنسبة
والثمرة أو الفائدة أو الغاية والحكم وفضله. هذه هي الايه المبادئ الايه العشرة. في الدرس الماضي قلنا لهذا العلم كم اسم؟ اسمه اول حاجة كم؟ ثلاثة، والثلاثة تؤول الى ستة، وهناك سابع. يعني ايه اسماء هذا العلم؟ علم التوحيد، علم الكلام، ايه الثالث؟ علم اصول الدين. ويمكن ان تقول بغير المضاف، يعني بدل ما تقول علم التوحيد تقول التوحيد او الكلام او اصول الدين من غير ايه المضاف، يبقوا كان كده ستة. والسابع العلم الالهي. ليه؟ لانه يتعلق بايه او لان المقصود من هذا العلم معرفة الاله سبحانه وتعالى. يعني كل واحد له ايه له سبب. يعني مثلا نقولنا كم اسم؟ لا خلينا في الاساس ثلاثة، اصول الدين، علم التوحيد، علم الكلام، دول الاساس. خلاص كده. بالنسبة لتسميته بالاول، لماذا سمي؟ وكل واحد له ايه علة او له ايه تعليم. يعني لماذا سمي باصول الدين؟ لان سائر العلوم الدينية مبنية عليه. يعني لان الاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. فهو بالنسبة لعلوم الشريعة او للعلوم الدينية اصل، والعلوم الاخرى بالنسبة له التفسير والحديث والفقه واصول الفقه وغير ذلك تعتبر ايه فروع او فرع. يبقى سبب تسميته باصول الدين مع ان هذا اللقب لا يختص بهذا العلم بل يشاركه فيه اصول الفقه. كلمة اصول دي مش مختصة بايه بعلم الكلام، لانه عندنا حاجة تانية اسمها ايه اصول الفقه. طب اصول الفقه اليست من الدين؟ نعم. فلماذا سمي علم الكلام وحده باصول الدين مع ان الدين له ايه اتجاهان او له ضربان؟ الدين ضربان، اعتقاد وعمل، ولكل منهما اصل. يعني الاعتقاد له اصل وهو ايه اصول الدين اللي هو علم الكلام، والعمل اللي هو الاحكام او التكاليف لها اصل وهو ايه اصول الفقه. يبقى اذا لكل منهما اصل يصدق عليه انه اصل الدين. فلماذا اطلق على الكلام انه اصل الدين ولم يطلق على الفقه؟ يبقى السبب في ذلك انه كثر اطلاقه على الاول. يعني يصح في المعنى ان نسمي الثاني اللي هو اصول الفقه نسميه اصول الدين ايضا. ليه؟ لان الدين ايه على ايه على ضربين، عمل واعتقاد، ولكل منهما اصل. ولكنه شاع واشتهر في الاول دون الثاني، فاقتصر في الثاني على تسميته باصول الفقه، ولكنه في الحقيقة اصول الايه الدين، لان الدين اعتقاد وايه وتكاليف، اعتقاد وعمل. يعني هل الدين عقائد فقط ولا في اعمال منبنية على العقيدة؟ في اعمال، والاعمال لها اصل تنبني عليه، لان الاعمال عبارة عن ايه فقه في الشريعة، وهذا الفقه له ايه اصول.
يبقى إذن المسألة كلها إنه الاسم غلب على الأول أو اشتهر في الأول دون إيه؟ مع أن الثاني من الإيه؟ من الدين. طب بالنسبة لتسميته بالثاني، الثاني هو علم الإيه؟ علم التوحيد. هذا من باب تسمية العلم بأشرف أجزائه، يعني هو مشتمل على مسائل وموضوعات كثيرة، إلهيات ونبوات وسمعيات، أشرف حاجة وأعلى حاجة وأظهر حاجة وأشهر حاجة هي إيه؟ التوحيد، لأن التوحيد هو أساس الملة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إيه؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فالتوحيد ده ملة جاءت بها كل الرسالات السماوية، وليس هناك رسول قط دعا إلى غير التوحيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يبقى أساس الدين، أساس الملة هو التوحيد، بل إن مفتاح الدخول في هذا الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولن يقبل الله تعالى أي عمل آخر إلا بعد الإقرار بها. ومعها إيه؟ الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. من غير كده لا يقبل عمل ولا تنفع طاعة. واضح ام مش واضح؟ هذا هو ايه وجه تسميته بايه؟ بعلم التوحيد او بالتوحيد. اما التسمية بالثالث اللي هو ايه؟ علم. هذا في كلام كثير جدا سمي بعلم الكلام، قالوا لأن أهل الكلام يصدرون مباحثهم بقولهم الكلام في كذا، الكلام في النبوة، الكلام في المعجزة، الكلام في الرسالة، الكلام في صفة القدم، الكلام في البقاء، الكلام في المخالفة، وهكذا كل مسألة يحطوا لها إيه؟ عنوان اسمه إيه؟ الكلام. فلما الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا، راح سمي العلم بعلم ايه؟ هذا وجه. وهناك وجه اخر، قالوا لكثرة الكلام فيه، يعني لما يكون في مسألة مش بيخلص فيها الكلام، الكلام بيبقى كثير جدا بخلاف اي علم تاني. فلما كثر الكلام في مباحثه ومسائله سمي علم الايه؟ الكلام. وقيل لأن أهل الظاهر، جماعة الظاهرية اللي هم يقفوا عند ظواهر النصوص، كانوا إذا سئلوا عن مسألة من مسائله قالوا: هذا مما نهينا عن الكلام فيه. يعني كأنه التسمية جاءتهم من غيرهم. الجماعة اللي هم الظاهرية أول ما حد يتكلم في حاجة تدور حول هذا يقول لك: لا لا ما تتكلمش، ده منهي عن إيه؟ نهينا عن الإيه؟ عن الكلام فيه. تسأله في حاجة مثلا تخص الاستواء يقول لك: لا نهينا عن الكلام. عم مبحث في الرؤية نهينا عن الكلام. عن النصوص نهينا عن الكلام، فنهينا عن الكلام، نهينا عن الكلام، نهينا. فأطلق على اللي بيتكلم في كده، بيتكلم فيما نهي عن الكلام فيه، فصار اسم الوجه. وقيل لأن مسألة الكلام، يعني صفة الكلام، أهو قديم أم حادث؟ سبب الوضع التصاريف فيه. قال: والله أصل صفة الكلام أخذت معارك وجدل وصراع بين الفرق الإسلامية،
وتشعبت المذاهب فيها تشعبا طويلا، فمن أجل هذا سمي بسبب كثرة الكلام في صفة الكلام وكثرة النزاع بين الفرق الإسلامية في شأنها، سمي هذا العلم بعلم الإيه؟ الكلام. ده وجه. وقيل لأنه كثر فيه الكلام مع الخصوم والرد عليهم ما لم يكثر في غيره، يعني مش فقط خصوص صفة الكلام، ولكن في أي مبحث في النبوات والمعجزات والدلالة العقلية، الدلالة النقلية، الدلالة الوضعية، الدليل كذا. ففي هذه الحالة إيه صار إيه اسمه علم الإيه الكلام، لأنه كثر الكلام فيه مع مين؟ مع الخصوم، وكثر الرد عليهم ما لم يكثر في غيره. وقيل لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات، يعني يديك ملكة ويديك مقدرة ويديك قوة في البحث، زي ايه؟ اتقانك للمنطق يديلك قوة على فهم الفلسفة. فعلم الكلام يعطيك قوة وملكة على ايه؟ او قدرة على الكلام في العلوم الشرعية. وقيل من باب او من وجوه تسميته بعلم الكلام لأنه هو الذي يستحق أن يسمى كلاما، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. يعني نجي مثلا نطرح موضوع، فأنت تقول رأي وأنا أقول رأي وده يقول رأي، واحد يقول رأي قوي يقول أهو ده الرأي، أهو ده الكلام. طب من اللي كان يتكلم قبله ما هو كلام؟ قال لك بس ده اقوى ايه؟ اقوى الكلامين. لما تسمع ناس ويكون الراي وجيه وقوي، فاكرين لما كانوا في دار الندوه وقعدوا يتكلموا يعملوا ايه عشان يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد قال ايه؟ قال نخرجه. قال لما حيكون اتباع ويعمل جيش ويعمل قوه عسكريه ضخمه ويجي ايه يمسح بكم الارض، راح قال طب ما نقتله. قالوا انتوا هتقدروا اصلا؟ حيسكتوا يعني حيسيبوه لكم كده حيفروا فيك بالسهل ناسه؟ ده حتحصل مجازر وحتسال وتراق دماء. طب نعمل ايه؟ نحبسه. قال ما لسانه حلو حيتكلم مع المساجين وكذا، وحيخلي السجن كله ايه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طب وبعدين نعمل ايه؟ فتحيروا يعملوا ايه. حتى قال واحد منهم، قال ارى ان ناخذ، طبعا مش منهم ده ابو جهل او الشيطان، قال له مين؟ الشيطان تشكل تشكل في صورة رجل من أهل نجد، عشان تبقى عارفة وحد يتشبه فيهم غير الشياطين، يعني لم يتشكل في صورة رجل مصري، عشان تعرف أن مصر ناس طيبين وناس صالحين، ولا حد من تونس ولا من العراق ولا حتى من إسرائيل. طلع منين؟ قرن الشيطان. فراح قال لهم ايه؟ نجيبوا من كل ايه؟ من كل قبيلة شاب فتى جلد ونعطيه سلاح. كم قبيلة؟ 40. يخرجوا عليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فلما سمع ابو جهل نعم الرأى اللي قاله ده مين ده؟ ابو جهل. فابليس كان متشكل في صورة الرجل النجد ده، فقال نعم الرأي رأيك يا أبا، هل هو ذا الكلام؟ خلاص مش هتستطيع قريش ولا حتى الجزيرة العربية كلها تأخذ بثأره، هتحارب القبائل كلها.
فهيقبلوا ايه الانذي والعملية حتخلص. شوف كده، فيقال للأقوى من الكلامين هذا هو ايه، هذا هو الكلام. يعني زي كأن الكلام فيه قوي لأن الدلالة فيه قطعية، فعشان كده هو علم الكلام دون غيره، وإن كان غيره أيضا ايه كلام، ولكنه هو ايه الكلام. نيجي للواضع، من الواضع العلم ده؟ من الذي وضعه يعني دون مسائله؟ الواضع هو الشيخ الأشعري. من هو الأشعري؟ هو علي ابن إسماعيل ابن بشر ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الصحابي. شوف يعني بين أبي الحسن الأشعري وبين أبي موسى حوالي 6 أو 7 أو 9. وكان الإمام أبو الحسن الأشعري كان مالكي المذهب، وقيل إنه كان شافعيا ثم صار مالكيا، وكثير من الشافعية بيبقوا مالكية والعكس. الشيخ ابن دقيق العيد كان شافعيا مالكيا، كان يفتي على المذهبين. في كمان اللي كان يجمع بين الأربعة، كان الشيخ ابن منهور يقول عليه المذاهبي. فين المذهب؟ واحد مش عارف يتقن ربع مذهب. دول كان يبقى ليه مذهبين وفقه. نعم نعم مبادئ أو مقدمات كتب علم الكلام المطولات زي السنوسية الكبرى وزي المواقف للإيه، إنما دي مقدمات. استمدادا، علم الكلام جايبينه منين؟ ها لو سألت الجماعة السلفية استمدادا هيقول لك من سقراط وأفلاطون ومن الفلسفة الإغريقية، هيقولنا بداية كده. إنما استمداده من الكتاب والسنة، ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، الأحكام الثلاثة الوجوب الاستحالة الجواز من حيث تصورها. طب مسائله، القضايا التي تثبت فيه بطريق القصد، خلاص، يا إما بالبراهين العقلية كثبوت الصانع وما له من الصفات المصححة للفعل، أو بالدلائل النقلية كالحشر والنشر. نسبته، تكلمنا عن النسبة، نسبته إلى غيره من العلوم الدينية هو إيه؟ هو أصل وهي إيه؟ فرع، أو هو كلي وهي إيه؟ جزئيات له. ليه طيب؟ المفسر بينظر فيه في الكتاب فقط، والمحدث بينظر في السنة فقط، والأصولي بينظر في الدليل فقط، والفقيه ينظر في فعل المكلف، والمتكلم ينظر في الأعم وهو الوجود، فيقسمه إلى قديم وحادث، وينظر في الحادث فيقسمه إلى قائم بنفسه وهو الجوهر، إلى قائم بغيره وهو العرب، ثم ينظر في القديم وأنه واحد لا يتكثر في ذاته ولا يتركب، وأنه تجب له أوصاف وتستحيل عليه أوصاف، وتجوز في حقه أحكام، أن الفعل جائز في حقه، أن العالم كله حادث من صنعه، وأنه دليل عليه، وأن بعثة الرسل جائزة، وأنه يصدقهم بالمعجزات، وأنه وقع هذا الجائز. وإلى هنا تنتهي الدلائل أو الأدلة العقلية، فينتهي حكم العقل، ثم تلقى من الوحي أي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عنه من قول أو فعل أو تقرير. فإذا تكلم أو إذا بين المتكلم أن كل ما يرد من قبل الرسول حق، وهو قامت الدلالة أو قامت المعجزة على صدقه، فكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي أثبت أنه حق؟ المتكلم، واضح كده؟ فإذا بين المتكلم أن كل ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، أخذ المفسر واحدا
والمحدث واحد، المفسر خذ خذ القرآن، والمحدث خذ السنة، والأصول خذ الدليل خذ الحجة، والفقيه خذ فعل المكلف. يبقى إذن هذه كلها إنما ثبتت بعلم الكلام، ولولا علم الكلام ما ثبت شيء. يصبح الكلام كلي وهي جزئيات. طب ما فائدته؟ هي الفائدة بتاعته بندرس علم الكلام ليه؟ عارف لو لم تكن فيه إلا فائدة البراءة من التجسيم والتشبيه لكفى. شفت كده؟ لو لم تكن إلا هذه الفائدة لا يخفى. سيبك من الكلام العام، سعادة الدارين ممكن تنالها وانت في السودان من غير ما تجلس لكلام ولا فقه ولا جغرافيا. أليس هناك من السعداء في الدارين من أهل الفلاحة والزراعة ممن لا صلة لهم بهذا العلم مطلقا؟ يبقى إذن هي فائدته، له فوائد أخروية وله فوائد دنيوية. فوائده الأخروية السلامة من العذاب المترتب على الكفر وعلى الشبه الاعتقادية، وله فوائد دنيوية كرفع القتل وانتظام المعاش بالعدل ورفع الجور والظلم. ولذلك الشيخ السعد في شرح المقاصد بيقول لما تبين أن موضوعه أعلى الموضوعات ومعلومه أجل المعلومات وغايته أشرف الغايات، مع الإشارة إلى شدة الاحتياج إليه وافتناء سائر العلوم الدينية عليه والإشعار بوثاقة براهينه لكونها يقينية تطابق عليها العقل والنقل، تبين أنه أشرف العلوم. يا أيها المغتدي لتطلب علما كيف؟ لا، هذه الأبيات. أيها المبتدئ لتطلب علما كي تصحح، كي تصحح حكما من الأحكام، تطلب الفقه كي تصحح حكما وأغفلت. يا أيها المبتدئ لتطلب علما، كل علم عبد يعني خادم لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما وقد أغفلت منزل له. يعني ما فائدة معرفة التكاليف والحلال والحرام دون معرفة مين؟ الباري الخالق العظيم جل جلاله. يا أيها المبتدي لتطلب علما، كل علم عبد يعني خادم، لأن كلمة عبد في اللغة لها خمسة معاني أو أربعة أو خمسة. في بعض الناس لما مثلا يكون واحد اسمه عبد النبي او اسمه عبد الرسول يقول لك شر. طبعا عبد المسيح مش هيتكلم فيه اوزامي، مش حد بيتسمى بيه مسلم، او هتعترض عليه ليه؟ هو اصلا غير مسلم. نعم، وانا بقول لك ما معنى عبد، مش بصرف نظر عن الفتوى، هنتكلم على انه يعني ايه معنى كلمة عبد. شوفت كده؟ عبد ممكن تكون من الخدمة والتذلل، واذكر عبدنا او عبادنا من الخدمة وايه والتذلل. ولذلك جاءت في القرآن الجماعة ده اقوى رده على الجماعة اللي بيحرموا كده في سورة النور، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. فالقرآن نفسه يقول لك من عبادكم، بالقرآن بيعلمنا الشرك والكفر، بيقول لنا الصالحين مش من عبادنا، من عبادكم يكونوا فقراء. يعني معنى كده أسند القرآن نفسه العبودية لغير الله. ابن عبد إما بمعنى بمعنى مخلوق، عبد من الإيجاد، وهذا هو المختص به الله تعالى، عبد اسمه عبد الإيجاد. بل إنه في الحديث النبوي، والحديث ده صحيح، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، وهي ثاني
والخميصة. يعني معنى كده النبي يقول تعس عبد الدينار، يعني معنى كده ليس كل إنسان عبدا لله، ده في عبد للدنيا، عبد للدينار، وعبد للشهوة، وعبد للمنصب. فبناء على هذا المعنى ليس يجوز أن تقول ليس كل إنسان عبدا لله، لأنه في عبد للدنيا، عبد الله اللي هو إيه؟ العابد التائب المطيع، مش كده؟ ايه رايك سيدنا ابراهيم بيقول لابوه يا ابت لا تعبد الشيطان، اذا في عبد مين؟ للشيطان. والا لو كان ما فيش عبوديه للشيطان اما بيقول له كيف لا تعبد الشيطان. يبقى اذا العبد هنا يختلف معناه. القاموس اللي هو بتاع الفيروز عبادي ذكر اربعه معاني، هناك معنى خامس ذكره الشيخ الأمير في الحاشية. خلاص كده يبقى العبد بمعنى الموجود أو بمعنى المخلوق، يبقى كده إيه؟ إن كل من في سلالات الرحمن عبد. أما العبد وفي كمان عبد بمعنى المملوك، وده في القرآن الحر بالحر والعبد، ربنا قسم قال في حر وفي عبد، والعبد المؤمن يقصد هنا اللي هو المملوك، ولا أمة مؤمنة، ففي عبد بمعنى الايه؟ المملوك، وفي حر، والحر ايه؟ ليس عبدا، مع انه هو بالمعنى الثاني بمعنى الايجاد، كله سواء حر او عبد كله عبد لله، لكن يبقى لها استعمالات مختلفة. فمن غباء هؤلاء يخلوها كلها بمعنى واحد. يبقى ايه المانع لما يبقى عبد النبي او عبد المطلب؟ مثال واقع من السنة النبوية، هل بعد الاسلام سمى النبي نفسه محمد بن عبد الله ابن عبد رب المطلب كما يقول هؤلاء المجانين؟ قال كده؟ غيرها ولا سابها زي ما هي؟ وقال كمان عن نفسه انا النبي، انا ابن عبد المطلب، ولم يقل انا ابن عبد رب المطلب. أنا سمعت واحد من الجماعة المجانين بيقول إيه؟ لا يجوز أن يقول أنا ابن عبد المطلب، يقول شوف يقول كده لا يجوز، كأنه أعلم من رسول الله، يعني كأنه يخطئ، كأنه بيشرع، بيقول لك ما كان يجوز أن يقول أنا ابن عبد المطلب، كان يقول أنا المفروض يقول أنا ابن عبد رب المطلب، قال كده؟ أيوه موجودة في الأشرطة، بيصحح لمين؟ للمشرع صلى الله عليه وسلم. شوف السفة وصل لحد فيه. فيبقى إذن كلمة عبد دي بمعنى خادم، بمعنى إيه؟ أما ليه ربنا يقول أذكر عبدنا؟ هو بس زكريا بس ذكر رحمة ربك عبده إيه؟ يبقى هنا بمعنى الإيه؟ الخدمة، ومعنى التذلل، ومعنى العبادة، وليس بالمعنى الإيه؟ العام ده. زي كلمة بالضبط مولانا، مرة واحد بيقول لي فضيلة مولانا، راح واحد ثاني قال أعوذ بالله مولاك هو الله. يا بني آدم يوم لا يغني مولى عن مولى، مأواكم النار هي مولاكم. ده مولانا جهنم نفسها، بس مش مولانا احنا، مولاكم انتم. رب مش قال هي مولاكم؟ يبقى المولى العظيم سبحانه وتعالى، يبقى المولى تأتي في اللغة بست معاني مش بمعنى واحد. فراح عمر أي واحد يقول للثاني مولانا يكفر، قال ما يقول أشهد أن سيدنا ومولانا، يقول لك أعوذ بالله. ده أله مين؟ أله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يفهم. خلاص كده؟ يعني مرة واحد راح مكتبة في رمسيس هناك، فبيقول للناس اللي شغالين فيه وكانوا ايه سلفيه وهو ما يعرفش انهم دول، فبيقول لهم عندكم كتاب الاواقيت والجواهر؟ يقول لا ما عندنا. بتاع مين ده؟ يقول بتاع سيد الشعراني، حد ما يعرفوش، بتاع سيد عبد الوهاب الشعراني. قالوا ما عندناش. فراح قال لهم على كتاب ثاني، قالوا بتاع مين ده؟ قال بتاع سيدي مثلا الدرجير، عندكم الخليده؟ قال بتاع مين الخليده؟ قال بتاع ما عرفتش هم الحاجات دي. قال بتاع سيدي احمد، حد ما يعرفش سيدي احمد الدرجير؟ قال لا ما عندناش. فشويه راح سالهم على كتاب ثالث،
بتاع مين ده؟ كان بتاع سيدي جلال الدين سبحانه. أعوذ بالله يا أخي سيدك ربنا يا أخي. لما هم كثرت إيه؟ راح قال لهم طب أنتم مش متابعين للكتاب والسنة؟ قالوا نعم. قالوا هاتوا آية واحدة أو حديث واحد ربنا يقول فيه أنا سيدكم أو أنا سيدكم. يعني أنتم جبتوها منين دي؟ احنا قال مناش غير سيد واحد هو رسول الله، هو سيد ولا لا، لكن في نص يقول انا سيدكم ربنا. قال ما جبتوها منين؟ يلا يا شيخ، فين الشيخ محمد موجود؟ طب يلا اطلع. من اول الفصل يلا اقرا بس من الحاشيه قبل لما نيجي نقرا. اقرا الفصل. قوله لا اله الا الله. قوله لا اله الا الله. اقرا النظم بقى اسمه ده مات بس الحاشيه قرانا. قوله لا اله الا ربنا ومشروعي في شرح مسائل الفصل من قبل تمس الحاجه بالايمان. يبقى نقول تمس وتقول ايه؟ لا تمس يا ربنا يمس. نقول كده تمس يعني زي من باب فرح، تمس فرح يفرح، تمس مس يمس او مس يمس، زي نصر ينصر، وفرح يفرح يعني من باب فرح ومن باب نصر. يبقى يجوز ان تقول ايه؟ تمس الحاجه صح، وتقول تمس. ده اللي عاوزين نقوله، انها له بابان فرحه وايه؟ ونصر. تقول نصر ايه؟ ينصر. وتقول فرح يفرح ولا يفرح، ده باب وده باب. المقدمة الأولى بشرح علم الكلام وبيان موضوعه، وفي تفسير الألفاظ استعملها وبيانها في هذا العلم. يعني في ألفاظ معينة في العلم ده، زي كلمة الأزل، كلمة القديم، العالم، الجوهر، العرض، لازم تفهم المصطلحات دي، لانها ممكن تكون في المعنى الشائع لها معنى غير كده. فهمت كده؟ يعني لما نقول مثلا الجوهر او اقول الجواهر يفهم منها ايه؟ الحاجات النفيسه، مش كده؟ لكن هنا الجوهر له معنى، ده مصطلح، يعني الجوهر ما قام بنفسه، مش الجوهر ولا الحاجات الجواهر والاحجار الكريمه. يبقى ممكن يكون في معنى عام في اللغه وفي معنى مصطلح عليه، فعشان كده لازم نفهم مصطلحات علم الكلام، ما ينفعش ناخدها بمدلول اللغة، لأنه قد يكون لها في إيه؟ في المعنى العام معنى آخر، خلاص كده؟ زي القدم، القدم له في علم الكلام مصطلح، يعني ليه معنى خاص، زي إيه؟ معنى القديم، يعني ما لا أول له، يعني ما لم يسبق وجوده بعدم. لكن لو رجعت للغة هي معنى القدم، يقول لك القديم يعني ضد الحديث، يعني ضد الجديد، يعني الشيء اللي توالى عليه زمن، زي العرجون القديم، أو يقول الأزهر ده مسجد قديم. يبقى المعنى اللغوي ده غير المعنى الاصطلاحي. فلأجل هذا لا بد قبل الدخول في هذا العلم أن تعرف المصطلحات، لأنك لو ما عرفتهاش هتفهمها على المعنى الشائع في اللغة فتضل ضلالا بعيدا. فلما نقول إله الخلق مولانا قديم، تفتكر يعني قديم كقدم الأزهر الشريف، يعني معناه ربنا عنده 2000 سنة مثلا، معناه كده. أو زي الأهرامات بناء قديم، مش كده؟ الأهرام ده بناء قديم كم سنة؟ 7000 سنة، الله أعلم. أو قدم الأب على ابنه، قدم زماني. طيب إذا لم تعرف المصطلحات تبقى هتفهم علم الكلام فهم إيه؟ ها؟ فهما خاطئا. ففي مصطلحات، يعني مثلا كلمة الإيه؟ العرض. العرض، إيه العرض يعني؟ يعني مثلا لما أقول لك إيه؟ هذا عرض زائل، ده المعنى في اللغة. إنما العرض في علم الكلام يعني ما قام بغيره، زي الألوان والحركات والسكنات. يبقى هنا لا بد قبل الدخول من فهم الإيه؟ ها؟ مصطلحات العلم. وأي علم كده، مش شرط علم الكلام، أي علم لازم تفهم الإيه؟ المصطلح. يعني مثلا في الفقه الحنفي لك
هل قال الصاحبان مثلا لو انت تاخدها بالمدلول العام اي اثنين اصحاب مصاحبين بعض وقال الصاحبان او قال الشيخان اي اثنين كبار في السن الشيخين معروف من هما لا عند الفرقه الحنفي مين الشيخين ابو حنيفه وابو يوسف الصاحبان والتلميذ مثلا فلان وفي الفقه الشافعي وفي حتى هنا لما يقول لك مثلا في العلم الكلام قال الشيخ يبقى مين ابو لما يقول قال الاستاذ يبقى ابو اسحاق قال الباقي قال القاضي يبقى الباقي الله انما مش القاضي القاضي عياض او اي يبقى هنا في مصطلحات حتى في الايه في اسماء الشيوخ فلازم نفهمها جيدا ودي مهمه عشان تدخل اول ما تسمع مصطلح تبقى عارفه ايه عارف مدلوله ايه او متصوره ايه فلا تأخذ المدلول اللغوي العام وذلك يقول ايه وفي تفسير الفاظ تستعملها العلماء في هذا العلم يعني مثلا اول حاجة مثلا كده كلمة داركة يقولك العالم هنا لها ايه مصطلح من غير المدلول اللغوي العالم في العلم ده بالذات ايه معناها العالم فتح لام كل ما سوى الله انما مثلا في القران اتاتون الذكران من العالمين ما ينفعش هنا كل ما سوى الله يعني من البشر والا لدخل في ايه في العالمين الملائكه بس خلاص ما يكون كده يبقى اذا في العلم لها ايه مصطلح تفهم على ايه على اساس فعندما يقول لك العالم حادث في علم الكلام يعني كل ما سوى الله وليس العالم يعني البشر يلا أما حقيقة علم الكلام فهو العلم بأحكام الألوهية وإرسال الرسل وصدقها وجود أخبارها وما يتقوم يتوقف من ذلك عليه وصدقه فتقرره الإلهية بقوة وتقرير أدلتها بقوة هي مظنة لرد الشبهات وحل الشكوك هكذا حده يعني عرفه الشيخ ابن عرفة قال فيخرج يعني من هذا الحد علم المنطق خلاص يعني احنا في الحاشيه وصلنا فين يا شيخ؟ مين؟ قال اي ابن عرفه هكذا حده الشيخ ابن عرفه قال اي السنوسي قال فيخرج علمه يعني بهذا الحد يخرج ايه؟ علمه او يكون السنوسي نفسه بيقولها عن ابن عرفه يعني بعد ان حد ابن عرفه هذا الحد اخرج ايه المحترزات فين احنا في الحاشيه وصلنا فين في الحاشيه خلصنا صف 97 تمام خلصنا ماشي قال فيخرج علم المنطق ومن ثم قال غير واحد هنا دخل في ايه دخل في حكم تعلم علم الكلام يعني هل أنا واجب علي شرعا أن أتعلم هذا العلم قال لك إيه هو فرض كفاية يعني مش فرض عين ولو رجعت إلى كتاب الاقتصاد في الاعتقاد يبين فيه تمهيدات مهمة جدا في أول الكتاب ويا ليتنا إيه نشرح هذا الكتاب احنا بدأنا بالفعل في شرحه في المسجد اللي قريب مننا لسه في أول كتاب الاقتصاد بيقول إيه بعدين بس نحكي ونسيب الدرس تسمع بعد ما نخلص بيقول ايه في تمهيدات اربعة في الاول قبل القرب ايه الاول بيقول بيان ان هذا العلم مهم في الدين مهم ليه انه في جماعة ربنا يكفينا شرهم بيقولوا ايه يقولون إن هذا العلم مما نهينا عن تعلمه يعني ينقل بعض الأقوال عن الإمام الشافعي أو مثلا
عن أبي حنيفة، بس أبو حنيفة ورد، لو عاوز تعرف رأي الإمام أبو حنيفة صح ارجع إلى كتاب إشارات المراء البياض، فينقل من عبارات الإمام بيقول إيه سبب يعني نهيه أو سبب يعني تركه، بيقول إيه بيقول مثلنا، أصلها الحجة بتاعت الجماعة السلفية إنه قال الصحابة ما عرفوش العلم أو ما دخلوش فيه، تمام كده، رغم أنه ده كذب. أمال كيف ناظر سيدنا علي الخوارج وكيف أقام الحجة عليه، وكيف ناظر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكيف رد الإمام مالك كلام أهل الأهواء والبدع إذا لم يكن يعرف علم الكلام ومناظرات الشيعة. فإذا أنا أقول لك كده عبارة الإمام أبو حنيفة بيقول إيه، قال مثلنا ومثل أصحاب رسول الله كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون حمل السلاح، أما نحن فقد ابتلينا بمن يطعن ويشكك في ديننا فلا يسعنا ما وسعهم. يعني ما ينفعش نسكت كما سكتوا، لأنه هم سكتوا ليه؟ لأنه كانت الفتنة أو المسائل غير موجودة. يعني مثلا ما كانش في معركة، ما كانش في حرب، فلماذا يخرجون للقتال؟ أما نحن فقد ابتلينا. مرة أنا بقول لواحد من مشايخنا بقول له يا مولانا يعني كل واحد يتكلم أو يهاجم مثلا الأزهر الشريف أو يهاجم الدين، نقعد نرد عليه ويبتل له إيه البيت بتاعه، ولو أن كل كلب عوى إيه ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناره. فقال لي أنت مش فاهم ولا حاجة، قال لي الكلب مش عوى، ده الكلب هبش فيك وفي أمعائك وبيمزق في جسمك، لو كان مجرد عواء كان سكتنا، إنما الكلب هاجم عليك وشغال تقطيع فيك وأنت لا تدري كيف. يعني معناها المثل ده أو الاستشهاد ده مش في محله، لأن هؤلاء لا يكتفون بالعواء بل دخلوا في عقر إيه دارنا وشتتوا أفكارنا وميعوا شبابنا. ما ينفعش ليه السكوت، أو ده رأي الإمام أبو حنيفة، قال إنه في سبب، في سبب، إنما الآن حصل الطعن وحصل التشكيك. فعلم الكلام له جانبان، جانب تقرير العقائد وإثباتها زي الفقه، الفقه هو إيه استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أما الفقه من أدلتها اليقينية، علم يقتدر به على إثبات العقائد من أدلتها اليقينية، في جانب تقرير وفي جانب إيه دفاع. يبقى إذن ما نقل عن السلف رضي الله تعالى عنه من الطعن في علم الكلام فمحمول على إذا ما قصد التعصب في الدين وإفساد عقائد الإيه المبتدئين والتورط في أودية الضلال بتزيين مال الفلسفة من المقال. يبقى إذن أي ذنب أو أي طعن ورد عن الأئمة الكبار أو عن السلف الصالح أو عن أصحابه يحمل على إيه؟ على كلام أهل البدع والأهواء. يلا يا رب فضل. فأعوذ بالله من ثم قال أول واحد وهو على أهل ومن ثم قال غير واحد هو فرض كفاية على أهل كل قطر يشق الوصول منه إلى غيره. يعني إذا شق الوصول من هذا القطر إلى غيره تعين على أهل هذا القطر وأصبح فرض كفاية لا فرض عين، وقطر يعني مكان خلاص كده، وليس المراد به الإقليم. يعني لو قلنا الإقليم مثلا إقليم سوهاج إقليم مصر إقليم كذا مش هينفع، إنما عاوز يقول لك إذا كان لا تستطيع، بالقطر هنا ليس مراد بها بلد إنما مراد بها مكان يشق الوصول منه إلى غيره. يعني مثلا أنا مثلا من بني سويف أو من المنيا ويشق الوصول علي إلى القاهرة، يبقى يجب على أهل المنيا فرض كفاية
أما إذا كان يستطيع الوصول منه إلى غيره يبقى إذا لا يجب عليه، لأنه ممكن يجيب واحد من القاهرة يرد على الشبهات ويقوم. يبقى هنا كلمة قطر المراد بها إيه؟ مكان. يصعب لم يقل يستحيل، قال يشق، يعني في مشقة، كما في قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا، يعني ممكن يصل إلى غيره ولكن بإيه؟ بمشقة. فعشان لا نشق على الناس اللي معاه سؤال أو اللي معاه شبهة أو معاه يمين طلاق نقول له سافر من سوهاج أو من الصعيد إلى القاهرة، لا، يبقى يتعين نعمل مفتي هناك أو نعمل فرع مثلا، لأنه يشق إيه؟ الوصول من هذه الأماكن إلى الإيه؟ إلى العاصمة. يبقى إذن المراد بقطر يعني إيه؟ مكان. وحده ابن ايه التلمساني بكسر الله التلمساني، لانه ايه العلم بثبوت حده، يعني تعريفه عند ابن التلمساني العلم بثبوت الألوهية والرسالة وما يتوقف معرفتهما عليه، يعني معرفة الألوهية والرسالة، يعني إذا كانت معرفة الألوهية أو معرفة الرسالة متوقفة على شيء، إذن فهذا الشيء المتوقف عليه داخل في الحد من جواز، يعني مثلا الألوهية والرسالة متوقفة على إيه؟ على أن العالم حادث، يصبح العلم بحدوث العالم من أحكام هذا العلم أو من مسائل هذا العلم، مع أنه قضية أخرى غير النبوة والرسالة، لكن النبوة والرسالة متوقفة عليه من جواز العالم وحدوثه وإبطال ما يناقض ذلك. ما هو الذي يناقض ذلك؟ جواز العالم وحدوثه، يبقى الذي يناقض الجواز هو الوجوب، وحدوثه الذي يناقض الحدوث هو القدم، يعني العلم بجواز العالم لا بوجوبه وبحدوثه لا بإيه؟ لا بقدم، وإبطال ما يناقض ذلك. نعم. لا، يعني هو يقول لك الإبطال ما يتوقف عليه ثبوت الألوهية والرسالة، يعني مثلا شيء يناقض جواز حدوث العالم أو يناقض أن العالم جائز، يعني مثلا حكم بأنه واجب أو بأنه قديم، هذا يناقض ذلك، يعني يناقض جواز العالم وحدوث العالم وإبطال ما يناقض ذلك. ورده الشيخ مين؟ بفساد عكسه لخروج أحكام المعاد، يعني بيقول لك لو عكسنا التعريف يبقى هتخرج إيه؟ أحكام المعاد، لكن جاء الشيخ الحاء لأنه ليس بيع، بس جاء الشيخ ردها. مش كنت معانا المرة اللي فاتت؟ ماشي، إذا ساعدنا تكتفي. يلا، وأما إيه؟ وأما موضوعه. وأما موضوعه وما هي الممكنات من حيث وأما موضوعه، هذا اللي إحنا وقفنا عليه. يلا، الحمد لله يعني في نصيبه. وأما موضوعه وما هي الممكنات من حيث بيانهما على وجود الوجود الموجود. يعني أول هنا طبعاً نتكلم عن إيه؟ عن حده وعن إيه؟ عن الحد فقط، هنا هيتكلم عن الموضوع. ما هو موضوع علم الكلام؟ ماهيات الممكنات، الماهية يعني الممكنات من حيث هي، من حيث الماهية، من حيث دلالتها على وجوب وجود موجدها وصفاته وأفعاله، يعني تدل على أن موجدها سبحانه وتعالى له صفة وجوب الوجود، وكذلك الصفات لها وجوب الوجود، وتدل على أن أفعاله تعالى جائزة، وجائز في حقه ما أمكن. يلا.
وأما يسر الله من أكل أكل الحش وأما موضوع ما يتعلق قوله وأما موضوعه بعلم ما يحرك به عن عارضه البعيد. هي معنى موضوع بيقول لك موضوعه ماهيات الممكنات من حيث دلالتها، يعني هو لا يبحث في الممكنات، يعني مثلا لا يبحث في العالم من حيث أنه جسم أو أنه عرق أو جوهر أو من حيث إتقانه، ولكن يبحث في الممكنات من حيثية الدلالة على إيه؟ على الصانع، أو على أن صانعها له صفة الوجود الواجب وما عداه وجوده إيه؟ جائز أو ممكن. إذا بيبحث من هذه الحيثية أي أنه الذي تعمل على الذاتية وعلى الجيات في ذلك الفن. فما موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي الأمر الذي تحمل عوارضه الذاتية على جزئياته في ذلك الفن، وذلك لأنك إذا أخذت جزئيا من جزئيات الموضوع وحملت عليه شيئا من عوارض الموضوع حصلت مسألة من مسائل ذلك الفن. فهمت كده ولا ما فهمتش؟ طبعا ما فهمتش، طبعا اصبر متعصر ليه تسلط الأحداث. يعني بيقول لك انت عشان تفهم العلم ده بيبحث كيف، يجيب مثلا ايه العوارض الذاتية، يعني العالم هو في ذاته ايه ممكن، فيعرض له الحدود، الحدود ده عارض ذاتي، يعني بمعنى ان العالم يعرض عليه الحدوث او يبقى على ايه على العدم، فتأخذ جزء ده وتحمله على الموضوع، يعني تجعل هذا الجزء محمولا والعالم موضوعا، فتقول العالم حادث، فإذا حملت الجزء على الموضوع حصلت لك مسألة من مسائل هذا العلم، كما تقول الله قديم الله واحد الله قادر. عملت ايه؟ أخذت شيئا من عوارضه الذاتية اللي هو الجزء وحملته على الايه على الموضوع، فحصلت لك مسألة. وهكذا في كل ايه في كل مسائل علم الكلام او في كل مسائل هذا الفن. وبقول وذلك، اما هو المنطق هو علم الكلام والمنطق مشتركين، المنطق استدلال عام والكلام استدلال على مباحث هذا الفن، على الوجود على القدم على البقاء على ما يتكلم فيه، وهو نوع من الاستدلال ولكنه استدلال خاص. وذلك لأنك إذا أخذت جزئيا من جزئيات الموضوع، يعني مثلا العالم حادث العالم قديم العالم ممكن، وحملت عليه شيئا من عوارض الموضوع حصلت مسألة من مسائل ذلك الفن. قوله فماهيات، قوله فماهيات، قوله فماهيات الممكنات كيف يعني المضاف أعم من المضاف إليه؟ فن المضاف والمضاف إليه، كلمة ما هي أو ماهيات أضيفت إلى الممكنات، فالمهايا أو الماهية ممكن تكون في الواجب ممكن تكون في المستحيل، ماهية المستحيل يعني ما هو، يبقى إذن تصبح كلمة ما هي أعم من كلمة إيه. ولذلك يقول هنا إيه، يقول المضاف أعم من المضاف إليه، فالإضافة للبيان، لأن المضاف إليه أخص والمضاف أعم. زي إيه بالضبط؟ شجر أراك، هنا العكس، شجر عام والأراك نوع واحد من أنواع عليه الشجر، جينا عكس الفهم منه، إنما عاوزين مضاف إليه يبقى عم
عام والمضاف يبقى خاص. يعني مثلا نجيب كلمة حديد ونجيب كلمة خاتم، بدل ما نقول خاتم وحديد نقول حديد خاتم، يبقى المضاف عام والمضاف ايه؟ أخص. نعم؟ احنا بنجيب مثال، هات حاجة عامة وهات بعدها خاص، خلاص مش هتلقى مثال ماهيات تعتبرها زي ها؟ نبي ورسول لا، ده عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجه. يلا يا شيخ. فالفرق بالبيان وممكن ما كان جائز الوجود من العدم. لماذا قال الإضافة للبيان؟ أحيانا يقول لك الإضافة للبيان، وأحيانا يقول لك والإضافة بيانية. قيل هما اللي الإضافة للبيان أو الإضافة البيانية هما مترادفان. لما تسمع الإضافة بيانية والإضافة للبيان قال لك ولا متعني واحد، والبعض فرق بينهما فقال الإضافة اللي هي للبيان بين متضايفيها عموم وخصوص مطلق، والإضافة البيانية بين المتضايفين عموم وخصوص وجهي. ولذلك هنا لما في واحد عام وفي واحد خاص بينهما عموم وخصوص إيه؟ مطلق. أما الثانية اللي هي خاتم حديد يبقى هنا بينهما عموم وخصوص وجهي، خاتم وإيه؟ حديد. يبقى شجر أراك عموم وخصوص مطلق، شجر أراك، لأن كل أراك شجر وليس كل شجر أراك. طيب وخاتم حديد، ليس كل حديد خاتم وليس كل خاتم حديدا، فقد ينفرد الحديد في المفتاح أو في الإبريق، وقد ينفرد الخاتم في الفضة أو في الذهب. فإذا كان بين المتضايفين عموم وخصوص وجهي يبقى الإضافة بيانية، إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فالإضافة للبيان. والبعض قال هما مترادفة، وريح نفسك. يبقى إذا أنت تعمل إيه؟ إذا كنت فاهم الإجابة الدقيقة دي اللي هي البيانية بين المتضايفين عموم وخصوص وجهي للبيانية، طب والتي للبيان عموم وخصوص مطلق، إذا نسيت فقل هما مترادفة. قل هما إيه؟ متضايف. خليك ذكي يعني. يا قولي. الذكاء ده كويس. زمان كان في منافسة بين الأزهر الشريف وبين دار العلوم، كان تشاكس منها. وكان يبيعوا المذكرة بتاعت النحو الأزهر بجنيه أو بنص جنيه، وهي نفسها مقررة على دار العلوم بقوها باثنين جنيه، فقالوا دي تفرقة عنصرية، دي أصبحنا أصحاب المقرر وأصحاب التأليف ودول أبنائنا فنبيع لهم بإيه؟ بثمن يعني، إنما الثانيين دول يعتبر أولاد عم بعيد عني فندوا لهم بإيه؟ فزعلوا ما عجبهمش الحال، قالوا إحنا هنعمل إيه؟ مذكرة إحنا اللي هنعملها مش هناخد منكم عشان إيه يرخصوا السعر، فعملوها عشان ما تبقاش زي بتاعت الأزهر بالظبط، فقالوا إيه نعمل تطوير أو تغيير، هيعمل إيه في النحو؟ يعني هيخلي المفعول به فاعل والفاعل مش هيفعل، فالقواعد زي ما هي، فغيروا في الأمثلة. طبعاً المثال بتاعنا إحنا اللي حافظينه منذ الأزل اللي هو ضرب زيد عمرو، دائماً زيد الجبار وعمرو إيه المضروب، مفيش مرة واحدة تلقى العكس كده. فهم غيروا، جابوا هند وجابوا بكر وجابوا خالد وجابوا عوض، جابوا ايه؟ اهو ده التجديد في علم النحو. وبعد كده قال لك ايه الابداع، لازم نعمل تطوير في العناوين او في كده. ففي ايه باب في النحو اللي هو ايه المعرب والمبني. ايه في المعرب تعريفه كده؟ المعرب ما يتغير اخره بحسب العوامل الداخلة عليه، ده المعرف. رأيت محمدا سلمت، جاء محمد، يتغير بحسب العوامل،
والمبني ما يلزم حالة واحدة ما يتغيرش. هم قالوا لي الداعش اللي قال المعرف كتب كده، المعرف ما يتغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه، والمبني ما ليس كذلك. فمين اللي كان ايه ما ليس كذلك يعني ما لا يتغير آخره؟ مين اللي بيضع الأسئلة؟ الشيخ الأزهر من العفريت ده. فراح جاب السؤال، هم كانوا فاكرينه هيقول ايه عرف المعرب والمبني، فراح جاب السؤال عرف المبني، فكل طلبة كتبوا ما ليس كذلك. وقال عرف المبني، ايه المكتوب في الكتاب؟ ما ليس كذلك. ما ليس كذلك. فأوقعهم في حرج، فرجعوا يشتروها تاني بأربع جنيه. والممكن ما يلزم الوجود والعقل. بيقول لك ماهيات الممكنات المضاف، لأن كلمة ماهية تنفع على الواجب وتنفع على غيره، إيه أعم من المضاف إليه، فالإضافة للبيان. ليه؟ لأن المضاف والمضاف إليه هذا التعليل. لو سألتك لماذا الإضافة للبيان، فتقول أن المضاف والمضاف إليه بينهما عموم وخصوص مطلق. ليه؟ لأن كل ممكن له ما هي، وليس كل ما هي ممكنة. خلاص كده. يبقى إذا ما نفعش العكس يبقى ده العموم والخصوص الايه المطلق. أما إذا كان كل منهما ينفرد في جهة فبينهما عموم وخصوص وجه. هديك مثال في العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص زي ايه بالضبط؟ نبي ورسول، على حسب الايه الاعتقاد او المذهب، على حسب راي الجمهور في ذلك. كل رسول نبي، صح كده ولا لا؟ وليس العكس. وده عموم وخصوص ايه ده؟ مطلق. كل رسول نبي، هو في رسول مش نبي، لكن في نبي مش رسول، لم يرسل، صح ولا لا؟ يبقى ما فيش حاجه اسمه رسول ليس نبيا، لكن في نبي. يبقى اذا كلمه، وذلك مره كنا بنشرح في كلية من الكليات بنكتب ايه كده نبي ورسول، النبوة اعم من الرسالة. فجاء واحد رجل مسؤول كبير، بس ما نذكر الاسماء، فقال خطأ، الرسالة اللي هي اعم. هو طبعا مش فاهم المصطلح، هو جاي بالفهلة وكده، الرسول عام يعني معناه مرسل للعالم، انما النبي مثلا حاجة كده في عزة، فهمها كده ما فهمش المصطلح. النبوة أعم ليه؟ لأن فيها فردين، فيها اثنين، فيها نبي ليس رسول وفيها نبي رسول، يبقى مين الأعم؟ أما الرسالة فيها فرد واحد. ولذلك جاء في القرآن الكريم يقول لك ما كان محمد أبا أحد إيه؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لما قالش ليه خاتم المرسلين؟ هل هو خاتم المرسلين ولا لا؟ طب لماذا يجي واحد يدعي النبوة؟ مش هيقدر يدعي النبوة، يدعي الرسالة، يقول لك أنا رسول الله، تقول ربنا قال وخاتم النبيين، يقول لك أنت مش بتفهم، قال خاتم النبيين، أنا أقول لك أنا رسول، يقول له كل رسول نبي. فالقاعدة يقول إيه؟ نفي الأهل، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ولا عكس. ما طالما أنت رسول لازم تكون نبي، وما فيش نبوة يبقى ما فيش رسالة، روح. يبقى نفي الأهل، نفي الأعم، شوف القرآن يعني نفى العام اللي هو النبوة، فإذا انتفى العام انتفى الخاص، لكن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ولذلك القرآن ختم الإيه؟ ختم النبوة ولم يختم الرسالة، لأن ختم النبوة يستلزمها ولا عكس. فاللي يجي دلوقتي شوف حتى في صحيح البخاري كأن هذا من إيه التنبؤ أو من أعلام نبوته، عندما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث في البخاري لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. لماذا ليس كلهم يزعم أنه نبي؟ أصل لو قال نبي اي واحد امي مثقف عادي هيعرف انه كذاب، لانه يقول لك صاد من مصر،
انما لما يجي يقول له يا اخي ضربنا بالخاتم يقول له يا اخي انا مش نبي انا رسول. تروح تقول له كل رسول نبي. فشوف حتى ذكاء الابالسة الذين يدعون ايه يدعي الرسالة وما يدعيش النبوة. انما انت لو دارس في الازهر الشريف اول ما يقول لك انا رسول عقول تروح ايه تدي له بالجزمة هذول. ما خلاص فاهم انت القاعدة. انما اللي ما يفهمهاش يقول اه والله ده القرآن ساب النبوة مفتوحة. ختم ايه ما سابهاش مفتوحة. ده انت غبي ما بتفهمش. لانه ختم الله نفي ايه نفي العام يستلزم نفي الخاص ولا عكس. يلا الممكن ما كان لازم وجود العقل. ايه الممكن؟ بقول لك ماهيات الممكنات. ما هو الممكن؟ ما كان جائز الوجود والعدم. هذا هو تعريف الممكن. فالممكن وجود جائز وعدم جائز، وليس أحدهما بأولى من الآخر. أو معنى كلمة الإمكان يعني الوجود وعدم سواء. وده دليل قوي جدا عقلي يقطع حجج. إذا كان هناك حجج يقطع كلام الملاحدة. تقول له تعالى هل العالم ده ممكن ولا واجب ولا مستحيل؟ اسألوا كده، اسأل أي ملحد. قولوا لو كان واجبا يبقى يلزم وجوده إيه؟ أبدا. ولو كان مستحيلا لما وجد أصلا. مش كده؟ المستحيل لا يقبل. هيقول لك إيه هو؟ لم يبقى. لأنه حاجة يا إما واجب يا إما ممكن، في حاجة رابعة لك ده بيسموه حصر عقلي. فيضطر الملحد الى ان يقول لك العالم ممكن. قل له جميل، ايه معنى ممكن؟ يعني وجوده مستوي مع عدمه. فلو كان لا يوجد خالق ايها الملحد ولا يوجد صانع ولا يوجد اله، كيف رجح احد المتساويين على الاخر مع ان العقل يقول لا ترجيح بغير مرجح؟ فيضطر الى الايمان بالله بالضرورة العقلية. اصل يقول له لو ما فيش اله فده وجوده يساوي عدمه. ايه اللي خلى الوجود رجح على العدم مع ان العقل يقول لا ترجيح بغير مرجح؟ كما نقول لا مكتوب بغير كاتب، ولا فعل بغير فاعل، ولا خلق بغير خالق، ولا أثر بغير مؤثر. هي أمور عقلية مسلمة. ماذا يقول لك؟ لو قال لك رجح من نفسه يبقى هذا ترجيح من غير إيه؟ يبقى هو رد على نفسه، فها نفسه. طيب لو قال لك رجح بغيره، من غيره؟ يا إما الواجب يا إما المستحيل. ما هو الممكن يقول يا إما أنت عملت زي واحد كان من الناس الجماعة أصول السلفية برضو فيهم ناس مجانين في البلد مش عقلاء، عامل كتاب اسمه إيه إلى التصوف يا عباد الله، مطبوعه موجود، وعامل على الغلاف كده مكتوب كده ما هو التصوف. يقول التصوف ده يا إما زيادة في الدين يا إما نقص، جاب الاحتمالات العقلية، يا إما هو غير الدين يا إما هو الدين هو الإسلام. كم احتمال؟ أربعة. هل في خامس؟ بحصر عقلي جميل زي العدد، إما زوج وإما فرد. فماذا قال هذا المخبول؟ بيقول إيه؟ قال التصوف، قال يا إما إيه هو زيادة. قال لو كان زيادة لا نقبلها. ليه؟ لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم. طب اذا كان نقص من باب اولى، هينقص في الدين وانا حي نقبل النقص؟ اذا كان مش قابلين الزياده وزياده الخير خير، كيف نقبل النقص؟ واضح. الشيخ محمد الخضر حسين ما كانش مصري، كان من الجزائر او من تونس، تولى مشيخه الازهر في عهد الثوره وحبوا يعملوا حاجات كده. قال لا يمكن. قال والله لا ينقص من الأزهر زي الدمزر. قالوا أنا موجود كما تسلمت الأمانة، إن لم يتسنى ازدهار أو إصلاح في الأزهر على يدي فلازم أسلمه زي ما استلمت. إذا ما عرفتش أزود مش هنقص.
قال ده أمانة أسلمها كما هي أو أزيد. فالمهم قال التصوف إذا كان زيادة لا نقبله، لأن الله يقول كذا. طب وإذا كان نقص لا نقبله. طب وإذا كان التصوف غير، وهم إما زيادة يا نقص يا غير يا هو، في حاجة ثانية في احتمال خامس. فقال إذا كان زيادة لا، وإذا كان نقص لا. طب وإذا كان غير، الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دين. طب وإذا كان هو، المفروض يقول إيه؟ إذا كان هو خلاص فنعم التصوف ونتبرك ونتمسح بالأولياء والصالحين ونعمل أذكار وأوراد وحق، خلاص ما دامت هو الإسلام. قال حتى لو كان التصوف هو الإسلام لا نقبله. فتذكرت قول الله تعالى إيه؟ اللهم قال اللهم إن كان هذا هو الحق، نفس المنطق بتاع الجاهلية، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. المفروض لو في ذوق وفي دم وفي فهم يقول لك اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا أو ارزقنا اتباعه. قال لك والله لو كان التصوف ده هو الإسلام برضه مش عاوزينه. شوف العناد، هل ده عقل؟ هل ده منطق؟ حتى قال لو كان، بس هو ما قالش مش عاوزينه، قال إذا كان التصوف هو الإسلام فيكفينا الإسلام ولا داعي للتصوف. إذا كان هو هو، أقول لك إذا كان ربنا هو ربنا مش هنعبده. انفلك يلا قول. وممكن ما كان جاهز الوجود وإلا لأنه شوف الممكن تعريفه كده، هو ما كان جائز الوجود والعدم وليس بشرط أن يكون موجودا في الخارج بالفعل، بخلاف الحادث فإنه ما وجد بعد عدم. يبقى الفرق بين الممكن والحادث إيه؟ إن الممكن أعم من الحادث، يعني يقال ممكن سواء موجود أو مش موجود، ولكن لا يقال حادث إلا إذا وجد بعد عدم. يبقى عرفت إيه الفرق بين الممكن والحادث؟ لو سألت عنها طالب في الدراسات العليا دي صاحبنا ده ما عرفاش، مع إنها بسيطة مش معقدة. إيه الفرق بين الممكن والحادث؟ يبقى الممكن ما كان جائز الوجود والعدم وإن لم يكن، وإن لم يكن يعني معناها سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا فلا يخرج عن الإمكان حتى بعد وجوده. أما إذا وجد يبقى إيه؟ حادث. والعبارة الدقيقة ممكن حادث، يبقى في ممكن هو في نفسه ممكن سواء موجود أو مش موجود، لكنه إذا كان موجودا يضاف على كلمة الإمكان والحدود. ولذلك استدل المتكلمون على وجود الله تعالى بدليل الحدوث، واستدل الفلاسفة بدليل الإمكان، والأحسن الجمع بين الدليلين فنستدل بهما معا بالإمكان. واحد يقول لك يا أخي أنت بتستدل بالإمكان وبالحدوث، هل ده ورد في الكتاب والسنة؟ يا بني آدم نعم، وردت الإشارة في الكتاب إلى دليل الحدوث، كما في قصة مين؟ سيدنا إبراهيم واستدلاله على حدوث العالم بملازمته للتغيرات. فلما جن عليه الليل رأى التغير، فاستدل بأن العالم متغير وملازم للتغيرات فهو حادث، يعني موجود بعد عدم. وسمى الله تعالى هذا الاستدلال حجة، ولم يقل هذه حجة إبراهيم، بل قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. إذا ما جابوش حاجة من سقراط ولا جابوا من كتاب الله. يبقى إذن المتكلمون ذهبوا في إشارة في القرآن إلى دليل الإيه؟ الحدوث. الحدوث هو إيه؟ الوجود بعد إيه؟ عدم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني كيف حدث أو وجد بعد أن لم يكن. طب هذه هي الإشارة إلى دليل الحدوث في القرآن. فين الإشارة في القرآن الكريم إلى دليل الإمكان؟ ها؟
ما الحدوث يعني الوجود بعد عدم. طب والممكن والذي يستوي فيه الوجود فلا يمكن وجوده إلا بمرجح، يعني هو محتاج مكتفي. الإشارة إلى دليل الحدوث معروف في أي آية فيها كلمة الخلق، بدأ الخلق، بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيد، لكن فين دليل الإمكان في القرآن؟ الله تعالى أثبت لنفسه وحده أنه هو المستغني والكل محتاج، فالممكن لا يمكن يرجح طرف على الآخر إلا بمرجح، يعني معناها الممكن محتاج إلى الواجب. والله الغني وأنتم الفقراء، هذه إشارة إلى دليل الإمكان بأن كل ما عداه مفتقر إليه، ولولاه تعالى ما وجد شيء. ما ده الحدوث؟ ده وجود بعد عدم، وجود بعد عدم، ده الحدوث وليس الإمكان. الإمكان اللي هو إيه؟ الاحتياج، يعني هو من نفسه مستوي. خلاص كده المغرب، خلاص خلينا واقفين على ماهية الممكنات. خلاص علم عليه. اللهم صل وسلم على أصحاب المقبرة